هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة الثالثة من لعبة بري. ولا تكون نبدأ بخطر زر لايك سبسكرايب. شكرا شكرا والله، يعطيكم العافية. شكرا على دعمكم الجميل وعلى التعليقات الجميلة. شكرا يا جماعة الخير، أتمنى توصلون دعمكم. خلونا نكمل. بسم الله، ونكمل يا جماعة الخير. آخر مرة وقفنا هنا، أعتقد رحنا قسم جديد، بس خليني اوريكم يا جماعه الخير الاهداف. في عندنا يا جماعه الخير هدفين رئيسيين، عارف كيف؟ في عندنا ذا مفتاح المملكه، اعتقد هذا نسويه قدام، عارف كيف؟ عشان من يعني بديت الحلقه الماضيه تقريبا المهمه دي انا مكلف فيها، بس كده ماشي بدي، عارف كيف؟ فالشيء الرئيسي يا جماعه الخير لازم نسويه صنع مفتاح التسليح الخاص بك، ويقول لي كمان احصل على مفتاح تسليح اليكس. هذا راح نسويه، فعشان نسويه يا جماعه الخير خليني اشيل عشان الخبط. عشان نسوي المفاتيح دي لازم ايش؟ لازم كمان نسوي المهمة دي اللي اسمها اعادة التشغيل. فيا جماعة الخير الحين يقول لي قوم بالوصول الى غرفة التحكم بالمفاعل، فانا غرفة التحكم في محطة الطاقة، واعتقد احنا دحين في محطة الطاقة، يعني عارف كيف؟ محطة الامن وقدام محطة الطاقة. مهارات كم معي؟ معي 8، بس والله ما ادري ايش افتح صراحة. يا جماعة الخير يجيني واحد يقول لي ليش يا عبد الصبي يلا دحين افتح، وانا اقول لكم ليش ما افتح دحين مهارات يا جماعه الخير. مو اللعبه ذي بعض الاحيان يعني صراحه فيها عيب، يعني يجبروك على مهاره. مثلا اجي عند باب ما اقدر افتحه، فايش لازم اوصل التهكير مستوى مثلا او التصليح مستوى 3، فما ادري ابى اشوف يعني، عارف كيف؟ يعني ممكن في شيء لازم اشيله، فلازم ايش الرفع ارفعه مستوى 2، فما ادري اللعبه يعني بعض الاحيان تجبرك على بعض المهارات. فعشان يا جماعه الخير عبيك عشان لا تورط، ايش راح اسوي انا؟ ابقي المهارات لما احتاجها افتحها، عبيك يا جماعه الخير عبيك. فدحين خلونا نكمل يا اخوان، نحتاج ندخل هنا. الله شكرا يا جماعه الخير على دعمكم الجميل، شكرا شكرا. باب ذا ما ادري، ممكن من هنا نفتح من عند السكيورتي. اوه في حلو هنا، ليه هذول يكرههم والله. الحلقة الماضية قوانا الشتقان يا جماعة الخير، الفين حلو ما معي رصاص. بس اعتقد مسدس الكاتب معايا، ولا والله ما معي رصاص. خلونا ناخذ حبة من ذي كذا. صحتك كيف الصحة تبع؟ حلو حلو، هذا مفجر هنا. دحين ايش نبغى نسوي احنا يا جماعة الخير؟ ايوه خلونا ناخذ هذا اللي قوي فيها الاسلحة. الحلقة الماضية قوت الشتقان وقوت المسدس الكاتب. دحين كلمة المرور، فين كلمة المرور يا جماعة الخير؟ المفروض انها حول هنا. لعبة جميلة صراحة، مستمتع فيها. عارفين مو ذيك اللعبة صراحة، كنت صراحة معاكم القنبلة اللي مرة جميلة، بس صدقوني ممتعة بالذات لو ما في العاب. يعني واحد يجيني يقول عبد العزيز ما نعرف شو العب دحين، والله العب بريدي لعبة جميلة صراحة. خلنا ناخذ هذه. على حسب علم اللعبة طلع فيه منها جزء قديم، يعني هذا تعتبر لعبة قديمة، عارفين؟ يعني مو أول جزء من اللعبة دي، عارفين؟ جزء قديم في منها جزء قديم. حين يا جماعة آخر كلمة السر أكيد إنها هنا بالمكان ذا، بس والله ما أدري فين هنا. المفروض إنها هنا فوق هنا، ممكن ما أعتقد كلمة السر لقيها كذا فوق هنا. ما يا جماعة آخر والله ما اعتقد، والله بداني بمسدس الغر اطلع على فوق كذا، بس كنت صريح معكم ما فيني يعني اخلص ذخيره، كنت صريح معاكم. فايش راح نسوي؟ نختصر كل شيء يا جماعه الخير ونسوي تهكير. شايفين لما اقول لكم المهارات خليها معك تستخدمها كلها، والله المفروض انه ما يصير كذا صراحه يا جماعه الخير، المفروض ما يصير كذا، المفروض يو الاختراق 2 هي دي اللي ابغاها. ايوه المفروض يا جماعة الخير اللعبة خلاص يعني ما عارفين، المفروض انه يعني التهكير ده يكون عندي من اول، يعني في مو لازم افتح له مهارة، يعني في مهارات كثير نفسي افتحها بس اللعبة زي اللي تمنعني تقول لي لا معلش. تبغى تتعلم التهكير ولا تبغى تتعلم مهارة جديدة؟ راح ما ادري يا جماعة الخير. هو في كلمة السر يعني الرقم السري قصدي كان حول هنا، بس والله ما ادري ما فينا اقعد ادور صراحة. التهكير يختصر لك كل شيء يا جماعة الخير. الحين ايوه خلونا نحمل الخريطة، خلونا نحمل الخريطة ليش لا حقت المكان ذا، وخلونا ايوه منح الوصول
كومبليت. فتحنا الباب ما شاء الله انفتح بسرعة. دحين خلونا ندخل هنا يا جماعة الخير، غرفة التحكم بالمفاعل. ايش معاك انت؟ الشط عندي فل. ليه فل؟ والله ايش في شيء هنا ابغاه يا جماعة الخير؟ ايوه خلاص احنا كده تمام، احنا كده تمام. بعد اعتقد تحطها هنا، احمد ايش قاعد الف؟ اعتقد تحطها هنا ولا مو يتصلحها، بس صدقوني يعني ما ادري كيف. اعتقد ذا كان معاه شيء. بالله خليني اشوف ثواني. اعتقد ذي هذي يا جماعة الخير، مو ذي اخذها اظن، احطها هنا زي الفيوز. اعرف كيف واضح تحط فيوز هنا. والله ما ادري، ممكن مو هذه الفيوز المطلوبة. عارفين خذيه. So what's the problem? Problem is it's blacker than my butthole at the bottom of a well in there. The grounding resistor. Yeah, أخذه. Swap a new one and you should have your lights. Is that all? Hey, you sound rattled. What's up? قالوا لي يا جماعة تأخر شيل شيء من الأشياء اللي هنا. أكل. أيوة. شو أبغى أشيل كمان يا جماعة تأخر؟ أحس عد الأشياء ما لها داعي. والله مسدس الكهرباء إذا جدا ضعيف. شيله يا جماعة تأخر. شيله. يس ندري راح تدوخني شوية. عارفين اللي شربت راح يخليني كذا شوية سكران. لا ترى ما اخذت. هنا اقدر ادخل؟ اي والله تقدر. الحين ايوه خلونا بالمهم، خلونا نروح هنا ونشوف ايش فيه. هو واضع الغرفة دي اللي ورا، لازم اروح لها. معانا كم طلقة من الشاتجان؟ طلقتين فقط. الحلقة الماضية قوت الشاتجان قويته يا جماعة آخر الحلقة الماضية. الحين نحتاج نروح غرفة التحكم اللي تحت. شايف في من الحشرات ذي هنا الميمك. حلو حلو، مدافع ذي معايا كفو. ولا هذا بالله علم خيس. الحلقة الماضية قوة الشاتجان، أبشركم. الحلقة الماضية يا جماعة آخر قوة الشاتجان، بس خسارة الرصاص مو كثير. ربيتهم التعافي، بس اتذكر قريب انهي. واحد ثاني كمان معاه. بالحلقة الأولى يا جماعة الخير قويت ال شو اسمه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قويت يا جماعة الخير الضرر المفك. عارف كيف قويته؟ الله ياخذ والله يطيرني بعيد. ها تارت اخوان. قوى الضرر المفك ان شاء الله حقوي كمان زياده. حلوين. الله الله اوكي اوكي الحمد لله راح. الحين ايش نبغى نسوي احنا هنا؟ كافو الدين الرصاص اخذه ليش لا؟ راح يقول لي في رصاص هنا. حلو حلو اخذه ليش لا؟ فين ذا البطل؟ او في واحد كمان فوق. راح اروح له. ما عليكم دحين خلونا بالمهم، ايش نبغى احنا؟ او نحتاج كي كارد. الا والله استلمني الله ياخذه. يا سلام اوكي بدنا ندي من ذي. بشركم ما جت فيه. والله ما ادري كيف كذا يا جماعة الخير، المفروض انه تجي في هذه القنابل الرهيبة بس ما جت فيه. الحين نحتاج كي كارد. ايوه نحتاج يا جماعة. انتوا ما تخلصوا يا لطيف. ايوه خلينا ناخذ من ذي. امس يا جماعة الخير قاعد اشوف الحفل حق الاكس بوكس، والله كان حفل جميل. واضح 2025 ممكن راح تكون من أجمل السنين بتاريخ الألعاب. هنا ايش فيه؟ خلينا نشوف هنا ايش فيه. شايف جثة هنا ممكن مع رصاص. حلو حلو مع الكي كارد اللي نحتاجه.
بس ورا كان في طريق كامل ورا نفس رجع له. Hey, a little bird told me you plugged a leak in an unconventional manner a few weeks ago. Yeah? Was it an ass-kissing bird named Krasikov? Maybe. Care to elaborate? Not if I'm going to get my pee-pee slapped. Worse. I'll dunk you in the air. Ouch. Nah, I'm قاعد اشوف الحفل حق اكس بوكس حفله الالعاب على الطيف. يا لطيف يا لطيف. من جد اكس بوكس صراحه يعني قاعدين يشتغلوا، كانوا مشغولين خلونا نقول، عرفت كيف؟ يعني اعلنوا عن العاب جميله صراحه. كنت صريح معاكم، ما كنت متوقع الكثير من حفل اكس بوكس، بس اعلنوا عن اشياء جميله صراحه، انبسطت والله. والله كان نفسي يعلنون عن The Second City الجزء الثاني، ما اعلنوا عنها، ان هم قد اعلنوا عنها قبل كذا، بس الحفل اللي شفته امس ما اعلنوا عنها، بس والله اعلنوا عن العاب جميله. ها جماعه الخير، اعلنوا عن جزء جديد من لعبه دوم، واعلنوا كمان عن لعبه جيرز، عارفين كيف، جزء جديد، شيء جميل صراحه. لعبه جيرز ما قد لعبتها على القناه، بس ان شاء الله حيجي وقت راح العبها، من اجمل العاب الشوتر، عارفين كيف. والله العاب كثير بس ناسي صراحه، عارفين اعلنوا عن العاب كثير بس بعضها نسيها. الحكه في طريق كامل وراه، بس طريق الاساسي من هنا يا جماعه الخير. لعبه فيها ترى مهمات جانبيه ومهمات رئيسيه، عارفين. اي والله اكون صريح معاكم، يعني مو ذيك اللعبه، اكون صريح معاكم مورغان، اللي تبغى تلعب فيها مهمات رئيسيه وجانبيه صراحه، اكون صريح معاكم، يعني هي حلوه مستمتع فيها، بس انا مو اي لعبه توصلني. كاها فقدت عليها ترفانه حبيبي، مو اي لعبه يا جماعه تخر توصلني، يعني عارف كيف، انه العب مهمات رئيسيه وجانبيه، عارف، لازم اللعبه بالنسبه لي تكون جيده جدا حلوه عشان اسوي فيها كل شيء. يعني على سبيل المثال يا جماعه تخر، اساس كريد شادوز القادم هذا حسوي فيها كل شيء رئيسي وجانبي، عارفين. ايش كمان من الالعاب اللي منتظرها؟ والله في مجموعه العاب، يعني انا اللعبه دي عجبتني احب اسوي فيها كل شيء. اللعبه دي عجبتني بس والله مو لدرجه اكون صريح معاكم، احنا ابغى اسوي كل شيء، عارفك. ولا اللعبه دي ترى فيها مهمات جانبيه كثير، الحين انا نفسي ادخل والله مع المفتاح. حلو حلو معاك، هو ذلك تكلمنا، نقفل الباب بالله، على ما حد يجي هنا. هذه كانت تكلمنا، ما ادري ايش بها، ماتت ولا مي ميتة، شوف تتحرك، عندك شيء هنا ابغى، حلو ما ادري نهكر، بس ليه ابغى هكر هنا انا؟ والله ما ادري، خلونا هكر. ايوه، واعلنوا كمان عن زي ما تقول ستار فيلد دي ال سي يا جماعة الخير، ستار فيلد دي ال سي. عارفين في زي الاضافات راح تنزل ستار فيلد، شيء جميل صراحة، شيء جميل على حب مايكروسوفت صراحة وحب ألعابهم، شيء جميل وجهازهم كمان، والله أحب الإكس بوكس، شيء جميل. تكف دخلت هنا يخرب بيتك، شيء جميل إنه إيش قادم لهم ألعاب جميلة، عارفك بلاي ستيشن اللي مختفين يا جماعة الخير، بلاي ستيشن ما أدري إيش بهم يعني، ما يا جماعة الخير. يعني هذا الأخير الحفل حقهم، أدري ما أعلنوا عن شيء قوي، كنت صريح معاكم. يس خلونا ناخذ الحبة. أنا معايا المفتاح، أوكي أوكي كفو، انفتح ذا المفاعل، أوكي أنا كنت أحتاج أروح هنا. قول قول لازم أنزل لتحت، يا لطيف يا لطيف. لازم أنزل لتحت يا جماعة الخير، راح يقول لي في مصعد حلو هنا. وايش الرجعة مع المصعد ذا اتوقع؟ يا لطيف، والله لازم انزل تحت بزيادة يا جماعة الخير. لازم انزل تحت بزيادة، شايفين قد ايه؟ والله بدنا نقفز، بس خلوني اجيك يا مترو، ممكن في في مصعد كمان هنا، اوكي. بس مو شغال، عارف لازم اشغله. كان بدري اقفز، بس بنزل كذا ما تدري، ممكن كذا اشوف رصاص او شيء. يعني اللعبه دي دائما لازم تفتش، عارفين كيف.
اي والله لما شفت كمان الحفل حق اكس بوكس كنت يعني منتظر انهم يعلنون او يورونا جيم بلاي، طريقة لعب او شيء بخصوص لعبة بليد، عارفين كيف لعبة استوديو اركين القادمة، عندهم لعبة اسمها بليد مستوحاة من الفيلم بليد. كان في لعبة بليد قديمة على بلايستيشن 2، ما ادري تعرفوها ولا لا. فعارفين كنت منتظر يعلنوا عنها، فما اعلنوا، بس والله بنفس الوقت يعني ماني زعلان، يعني اعلنوا عن العاب كثيرة جميلة. عارفين كيف الحين اقفز من هنا يا جماعة الخير، والله ما ادري كيف راح ارجع على فوق، عشان اعتقد راح افعل شيء هنا واللعبة تقول ارجع على فوق. ان شاء الله اكون غلطة، بس ما ادري والله ما استبعد. خلونا نجي كذا، ايش عندنا هنا؟ اشياء ما نحتاجها او ممكن نحتاجها، بس والله ما ادري، ما ابغى اخلي الشنطة فل عندي. اوكي اوكي ان شاء الله معها شيء جميل. كافو كي كارت حقه مفتاح المفاعل، قال هل هذا كنت تحتاجه؟ هذا ايه ذا؟ ما ادري صراحة. الحين يا جماعة تاخر خلونا ننزل هنا، المكان هادي بزيادة صراحة، بس دوبي كأني شفت في كف وحش هنا. فين ذا؟ ايوه هذا، خليني اشوف ايش الويكنس حقته. انا ما ادري ما راح استفيد شيء. ويكنس رصاص الشوت جان، طب ما معي رصاص. ها مكتوب نون يا جماعة الخير، ما عنده اي نقاط ضعف. غريبة صراحة. انا كنت ابغى افتح القائمة ذي والله. I think I won't be in for my shift at all. فرجي بالبدلة يا جماعة الخير. Do you still want me to finish this array? I fabricated a shit ton of glass. Array? I don't. ايوا الشرائح. You asked me to set up a new array. وقدش معايا وانا ماني داري. Must have misunderstood. Are you? فين عندي واحدة بس. Honestly, I prefer if you left my experiments alone. أتوقع في مهارة تخليني أقدر أحط شرائح أكثر. I have a message you left me. Seriously, I would not have made all of this if you hadn't. No, no, of course. الكي كارد اللي اخذته ذاك اللي فوق اللي اخذته صدفة اعتقد حق هذا. غرفة التحكم كنترول روم اظن. It doesn't matter. اوكي وصلنا كافو. هذي ايش ذي؟ اوه هذي رهيبة القنابل. ناخذ رصاص. رصاص الشتقة ما في مساحة امزح معاك انا. نقل. اي والله ما ادري في مهارة. هذا ما ادري استخدمها من دحين. ما ادري يا جماعة اخذت في اخذت انا الرصاص اعتقد اخذته. هذا هو. اوه كفو والله زيادة كمان. ما ادري في مهارة توسع الشنطة تخليها اكبر ولا لا، والله ما ادري. بس اعتقد في. ايش ابغى اسوي انا؟ وش يقول لي؟ لا هي معلش قاعد اثرثر كثير. ما انتبهت ايش كان يقول لي. اعد تشغيل محطة طاقة تالوس. هنا مكتوب ريستور اظن. ايوه ها بس هنا واضح من هنا، بس بدل كيف يعني ما اقدر اسوي كذا. سوفت وير سويتشز واضح لازم نسوي هنا سويتش. اوكي هنا طيب طلعت زي اللغز هنا. هذي غلط هذي غلط. حلو حلو هذي صح. كم يقول واحد من ستة؟ ما ادري خلونا ناخذها كذا. والله الطيفة كانت صعبة صراحة. هذي رمز مفتاح جديد غرفة المفاعل. راح يستر واضح مسألة وقت وراح تطلع الأشياء. هذا أوه الوضع صار كذا، ما في جاذبية. ثلاثة طلقات فقط معايا.
واضح نستنى ده يحمل يا جماعة الخير. اوكي حمل. ليش يقول لي روح هنا؟ اصلح او استبدل محول المفاعل التالف. Idiot was supposed to check those diverters a week ago. All right, Morgan, you're going to have to fix it yourself, or find a replacement if we're that lucky. جبعة خير. واضح لازم أدخل هنا. شبك خايف أدخل. أخلص صراحة شوية. شادي أعرفها تفجر. شرط. تقد قضيت عليها. وش لازم اصلحه ذا؟ او شفت زيه ذا. I've loaded the replacement reactor diverters on the freight lift as requested. I asked Connelly to send them down when convenient. حلو حلو في واحد هنا. في واحد هنا يا جماعة الخير بس هذا ما عندنا المفتاح. في فوق هنا ليتني رميته اول. كيف اطلع هنا؟ في طريقة سريعة من هنا، طريقة سريعة مع ال ها او من هنا واقفز كذا. من هنا ممكن يا جماعة الخير. اقدر اطلع من هنا لين هنا. كيف اوصل القسم ذا؟ من هنا يا ابنه؟ معقولة؟ والله أحس مشوار يا جماعة. أنا مولع الكشاف وكذا حلو مولعه. تقدر الكشاف قد ما تبغى يعني، ما يقول لك البطارية خلصت. والله كنت متوقع اليومين ذي كابكون يعلن عن ريزن دي في الجزء التاسع، بس ما أعلنوا عن شيء. والله بس أتوقع راح تنزل 2025. والله كأني رميتها في مكان كذا، عارفين يعني راح ينشب الشيء ذا، ما راح اقدر اطلعه. والله خلونا ناخذ ذا. حلو، هو فين لازم اصلحه؟ جوا هنا ان شاء الله. واحد بس المطلوب. اوكي كفو. والله كشاف اطب كذا حتى ما حطيته، هو اللي اخذه. الحين ايش ابغى اسوي؟ أكمل تسلسل إعادة التشغيل. الترجمة يا جماعة الخير من أجمل ما رأيت، 10 من 10 ما شاء الله. الله يعطيهم العافية عرب تيم، مو عرب تيم، جيمز إن عربك. تم فتح القفل الهوائي. الحين إيه؟ I'm showing power to the lifts and the airlocks, but seeing a lot of power spikes and leaks in the coolant chamber. Watch yourself on the way back. There could be other structural damage. Okay, تبغى نرجع فوق. المصعد ده المفروض شغال. I see. You reset everything. Talos 1 is wide open now. حلو حلو. Reckless, but الحمد لله صلحته. كعب لازم ارجع كذا على رجولي. والله المصعد اختصر لي يعني مسافة. Deserve to hear the truth, all of it. Come up to my office. قلت تعال لمكتبي. عارفين أخوه أليكسيو. Morgan, was that you? Whatever you did, I felt it in my gut. If this is some kind of payback, power's coming back online, and that means the main lift too. I hope. الحين إيش لازم أسوي يا جماعة الخير؟ أدري لي اللعبة محددت لي شيء. خلو نشوف الأهداف يا جماعة الخير. ايوه هنا، اصنع مفتاح التسليح الخاص بك بالمشتل، احصل على مفتاح تسليح أليكس في المشتل، اذهب لسماع أليكس في مكتبه المشتل. يعني لازم اروح المشتل. والله تصليحة المصعد دي اللي دوبها اختصرت لي المسافة، عشان لو ابغى اطلع على فوق انا على رجولي ما كان راح يكون شيء سهل. Gas alarm went off in the coolant chamber after you powered the reactor back up. The turbines are hydrogen cooled. Now they're leaking. You take a shot and it's your last. It'll be like shooting a grenade at your feet, or worse. أنا فتشت، أنا بلا بس خلينا نشوف بسرعة هنا.
ما اعتقد في شيء جوا هنا. عشان بعد خرجيت هنا ما فينا اقتلوا ذا. لو جيت هنا ما في شيء صدقوني. ما ابغى اضيع رصاص عارفين على الميمك ذا. هذه الوضع صار مختلف هنا. Please evacuate and avoid all open flames or sparks until repairs can be made. أنا كيف بطلع هنا؟ كذا والله ما أعتقد كذا. الأشياء الجميلة باللعبة ذي. Warning. Dangerous level of explosive gas detected. والله شيء جميل. دوب لما قفزت كذا هاي جماعة تغرق القفزة ذيك اللي جبتها على الأخير كذا عرفك حتى أنا قفزت كذا عرفك. والله ذي كأنه حطها هنا. بس مدري ليه مرات تصير مو كذا بتصلحها بالبداية. ها والإصلاح لازم يكون مستوى 3. ليش في هنا؟ أوه في 2 بس. والله 3 أجل والله تستاهل. من لحقني خلونا نصلحها يا جماعة الخير. بس ان شاء الله اصلح 3 ما ياخذ شيء مجنون. خلينا نشوف المهارات كم معايا. معك 10. الاصلاح كم؟ هذه التصليح 8. والله كثير والله كثير يا جماعة الخير صراحة. اكون صريح معاكم يعني احسه كثير مرة كثير يعني ما تستاهل. هنا تاخذ 3 مهارات وراح تنفق 8 فخسران انت عرفت كيف خسران واضح. فالافضل ايش نخليها معانا خذوا مني العلم. الحين نبغى نرجع المشتل يا جماعة الخير. نبغى نرجع المشتل عن طريق المصعد. الله شكرا يا اخوان على دعمكم وعلى التعليقات الجميلة. الله يسعدكم شكرا. اقرا كل التعليقات انا. والله تسعدوني لما تعلقوا لي عرفت كيف؟ يعني لما تسألونك اي شيء والله اي شيء بخصوص اي لعبة. اليوم والله اني انبسط صراحة يعني من اجمل الاشياء عندي انا. صراحة من اجمل التعليقات عندي. والله الطفل كبس طارد وكيو هذا لازم بستشرد. بستشرد يا جماعة الخير لازم تواجهه. تجنب شايفين او اقتل الكابوس. والله ما ادري شوف يعني خسرك رصاص فقط. يا لطيف الطف والله كثيرين هنا. والله مره كثيرين هنا يا جماعه الخير. معك شيء؟ والله لو النظام باللعبه ذي ما تقدر تفتح الباب الا لما تتخلص من كل الاعداء. قسما بالله حيكون شيء مجنون. بس الحمد لله ما داك يعني تفتح الباب وهم وراك عادي. المهم يا جماعة الخير والله من اجمل التعليقات اللي تجيني لما ختم لعبة ويجيني واحد يقول لي يا عبد العزيز اللعبة دي يعني بعد الله ختمتها يعني بمجهودك شكرا. والله يسعدني صراحة عرفه. والله دائما احاول كمان اكون انا افضل وافضل بالالعاب فشكرا لكم والله. And why are you speaking in Morgan's voice? I am January. Morgan Yu's personal operator. Well, January. Sorry. Your arrival was a bit of a shock. Quite a day today, you know. If you are referring to the typhon infestation of Talos 1, Dr. Igwe, you are correct. You were one of the few survivors. I... yes. Are they? It's... Let's wait. Up is that type of the phone... Oh, Jelly hit Allah Akhdak. With your permission, Morgan. صح معاها كان جيلي بالمصعد. And manufacture anything that will assist Morgan in containing the typhon. I'll remain here in your office. فين الأشياء الحلوة؟ اختفت تخيلوا. كان في رصاص. كان في عارف كيف؟ رصاص للشاتجر أظن. فجأة كلها اختفت. لعبة زي تقول تلحق ولا ما تلحق؟ والله يا جماعة الخير أظن ما قد مرت علينا سنة بالألعاب اللي بتنزل لنا لعبة فضاء. ما أدري يعني أغلب المطورين يحبوا ألعاب الفضاء ما أدري ليه. مع إنه والله لو ترجع بالزمن يعني أنا هذه سبق قلتها
طول ما انت ترجع بالزمن احتمال كبير ترى لعبتك راح تكون جميل. شوف خذ عندك Red Dead Redemption 2, Sekiro, Ghost of Tsushima, تقريبا God of War كمان, يعني هذه كلها العاب على اساس ايام زمان. اما العاب المستقبل والله ما ادري. شوفوا عندكم سايبر بانك, الله مو ديك اللعبة اللي مرة قنبلة على فكرة. فدائما العاب المستقبل انا ما اتفائل فيها بشكل كبير صراحة. من اللعبة لو على اساس ايام زمان صدقوني احتمال كبير راح تكون حلوة. 6 5 4 5 الساتر والله ها جنان ورا والله شيء مجنون صراحة. شايفين قديش كانوا كثيرين. حين وصلنا مكتب أليكس. حلو حلو, حط الاثنين هنا كافو والله. أخوه ترى ذا أليكس, أخو مورغ اللي نلعب فيه. Someone wanted to hide it from you. My computer, another video. Give it a look and we'll talk. أشوف الفيلم. Sending you the password, assuming you haven't hacked your way in yet. ده كان عبوا له بهكر الكمبيوتر. أدارك كلمة المرور يوا. Mio, this is Mrs. Dr. Calvino. Ah. Well, I suppose you've turned in, or you're ignoring me. I just want to... Well, I will be a little late for my shift tomorrow, but the first thing in the morning, I want you to put together a new micro-lens array. You see, the old one is... it's garbage. And get what you need from the سجلات الصوتية, عارفة ما تقدر تقفلها. Just take it from the supply closet when he's not looking. We're not supposed to know the code, but well, I'm sending it to you anyway. روبلي هنا. هاي جماعة تغرب بعض الأحيان السجلات الصوتية ما تقدر تقفلها. فا أنا كنت أبغى السجل الصوتي يخلص وبعدين نشوف الفيلم اللي قال لنا لازم نشوفه. أليكس تجلس هنا. ما أعتقد بدك تجلس. My name is Morgan Yu. Year is 2035. I'm aboard the Talos One research facility. What else? Why are we making this video? Right. Because my big brother is paranoid. Psychometric data is showing statistically significant variance in personality patterns between trial runs of the new neuromods. Whatever. I feel more like myself than ever. I mean, look at this. We did it, Alex. It's real. Enjoy it while you can. Because in a few minutes, it'll all be gone when we strip out the neuromods and reset. I know, including my memory of it. No way around it. Let's talk about the backup. So, the Typhon organisms have been producing an elaborate structure. Material is unknown, purpose unknown. Now my gut tells me it's a kind of neural framework, but externalized. Still waiting on analysis to confirm. In the meantime, I've given Alex the design for a device I think could shut it down if it ever broke containment. Alex just has to grow a pair and commit. You don't have to take all the credit. What if it doesn't work? It'll work. Trust me. What else are we gonna do? Blow everything up? That won't save us. And if it does work, is it worth it? The people that come after us will be smarter, stronger, immortal. They can judge us if they want. But they'll know they exist because of the things we did. I'm ready. Do it. Everything I've done is what you've asked me to do. I didn't think you'd believe me unless you heard it from your own mouth. The tests, they changed you. Not a lot at first. Oh, شعدرهنا. The constant stripping of your memory. I didn't know who you were. الحلو رصاص. All I want is to have my brother back so we can finish what we started. The device you mentioned, it's an advanced version of the null wave. It's the only way to stop the typhoon without destroying everything we've been working toward. We're just missing some scan data from the Carl to complete the design. Help me finish this, Morgan. And then
You can have my arming key. I don't believe you want to use it anymore, but you can have it. I left the chip set for you on my desk. You'll need to upgrade your psychoscope to scan the Carl. I'll send you the scan locations. فين الشريحة؟ قال في شريحة. هي دي. فين هالشريحة الجديدة؟ ايش دراني فينها يا جماعة؟ الأخيرة ممكن. لا توجد خانة متاحة. طب شيل لي ذي، حط لي ذي. أنا ما بفسر بك كذا. الحين القزرة ذي والله نفسي افتحها، بس لكن ايش؟ فرج بالرقبة يا جماعة الخير. خزنة مكتب أليكس اللي هو أخوه. والله بدالي افتح التهكير مستوى 3. هو التهكير ولا شيل ذي؟ علامة القفل شية. شية يا جماعة الخير علامة القفل. الاختراق كم؟ 6. ايه والله ما ادري صراحة، احسه كثير. لا والله فتحها الخبل. اوكي خلينا نشوف. والله يا لطيف يا لطيف. ان شاء الله جيبها. ترى في وقت هنا، الوقت لو هذا يا جماعة الخير يخرب التهكير. والله ما ادري، مستحيل تغلط مع التهكير عارفين، عشان جزء كبير من اللعبة ويختصر لك يعني الشيء الكبير. فإذا فتحت على المستوى الثالث أو المستوى الأخير. حلو حلو ذي. من هو دي سمبري؟ والله من هو؟ ابحث في غرفة أليكس على مفتاح حجرة الهروب. هذا جناح أليكسيوكا مكتوبي واللي هو أخوه. Once things get as bad as they probably are, your only option, escape. Get the word out about what's happening on Talos 1. Alex has a private escape pod. It's locked up. I made a copy of the key and hid it on top of the data tower near the chair. You know the one I'm talking about. Listen, there's more at stake this time than just us or this station. If just one of those creatures made it back home, then we're lost. I keep having this. شلات اتصالات ورا اتصالات. عارفين دكتور إيغوي، are you approaching the crew facilities? If so, this is a sentimental request, but my collection, the gallery of photos the others used to laugh at, each picture is a decryption key to a set of neural data connectomes, the guests who came to the station, among them Leitner the pianist. Is خذنا مفتاح يا جماعه، بس صراحه ما ادري حق ايش هو مكتوب، حق ايش بس المكان ما ادري فينه. Please, Morgan, if you can, I would be grateful. I'm sending you an audio file that will open this safe in my room. You can play it with your transcribe. Gustav, يبغى نساعده ذا. Morgan, that video was... I'm still checking it against my directives. But if scanning the coral will grant you access to Alex's arming key, then perhaps it's the best course. Perhaps knowing the coral's purpose will reinforce your decision to destroy Talos 1. Just be careful. قال لي عقل البطاقة اللي اخذناها حقت اللي هنا. Once things get as bad as they probably are, your only option is to escape. Get the word out about what's happening on Talos 1. Alex has a private escape pod. It's locked up. I made a copy of the key and hid it on top of the data tower near the chair. You know the one I'm talking about. لا والله ماني داري ايش قاعد تقول. There's more at stake this time. والله ما ادري يا جماعة الخير، يقول دس مفتاح في مكانه. ما ادري، مهمة جانبية وممكن، والله ما ادري. المهمة الرئيسية كلفنا فيها أليكس، عارف كيف؟ لازم نروح عن طريق المصعد. Things get as bad as they probably are. Your only option is to escape. Get the word out about what's happening on Talos 1. Alex has a private escape pod. It's locked up. I made a copy of the key and hid it on top of the data tower near the chair. You know the one I'm talking about. Listen, there's more at stake this time than just us or this station. If just one of those creatures made it back home, then we're lost. حيلة يا جماعة الخير. I keep having this
dream. ما شاء الله هذا برا ذي يسكت. Between the stars. Something there. I know there is. I just can't see it. وهنا هنا نبغى افحص مادة المرجان في خارج تالوس الأولي. Hate us. If you're having trouble accessing, I know you know what I'm talking about. You will. حلو حلو خلونا نأخذ منا المهارات ذي. الحين يا جماعة آخر مهمتنا الرئيسية والله كان في شطة إسعافات هنا كده راح أرجع لها. خلونا نسوي كذا أيوة. إيش نبغى نسوي يا جماعة آخر أيوة. ما أعتقد معي بطاقة المكان ده. في مادة كان يقول لي لازم نروح نفحصها من هنا بس الطريق. ايوه اكيد من هنا. اوكي حلو من هنا. لو الوحوش يا جماعة خير في منطقة رئيسية يعني لازم انا اسوي شيء بالمنطقة دي اكيد راح اقضي عليهم. بس هذول جنبي بس عارفين يعني على طريقة بس يعني ما شايف اي سبب يخليني اقضي عليهم. بس راح يخلصون الرصاص عارف كيف يعني حيجي وقت اللعبة تقول لي الوحش ده لازم تقضي عليه زي الحلقة الماضية في بوابة كانت ما ميرادة تنفتح اللعبة كانت تقول لي لازم تروح تقضي على الوحش. الوحش كان يعني كبير عارفين فاشياء مهمة زي ذي ايوه عارفين اقضي على الوحش. اما الشيء جانبي والله احس يعني ما ها يعني مو مرة مهم عارف كيف. ادخلوا دي كذا. سلام والله رهيب المهارة دي. عجبني انه من اول ما تفتحها جدا قوية يعني مو لازم تطورها من ناحية الضرر. صراحة ما تعجبني الالعاب لما تسوي كذا. عارفين بعض الاحيان يعني الالعاب يخلوك تفتح مهارة وما تفتحها شو يقول لك يا جماعة الخير يقول لك لازم تطورها عشان تشوف ضرر. ما ادري ما تعجبني حركة دي احب على طول المهارة تكون ايش يعني عارف كيف قوية على طول. الحين نبغى نطلع هنا اظن. الحمد لله انه طلع. الباب ذاك انا لازم مستوى الرفع 3 اكيد في فتحة من هنا ولا من هنا. حلو حلو واضح من هنا ان شاء الله من هنا. ياخذ سوى له ضرر. عارفين اللعبة ما تجبرك 100% انه لازم تفتح المهارات معينة بس لكن تختصر لك والله خذها مني العلم تختصر لك وقت طويل. يعني مثلا التهكير مو ضروري لازم تفتح. انا اعتقد انك تختم اللعبة من غير ما تتعلم التهكير حتى مستوى واحد عارفين. بس لكن ايش يعني تختصر عليك وقت تختصر عليك وقت يا جماعة خير. وفي الحلو ذا هنا هذا اللي بس يهرب. حلو حلو صدتك المعدوم. بس اختفى. هذا الوحش الرمة يا جماعة خلينا نسميه الوحش الرمة ذا. يجي يديك ضربه ويهرب. كيف كيف؟ فين وما ندري. ما ندري فين ولا احد يقول له. والله ما فينا ندور عليه خلونا ندخل هنا دحين. صدق اني قضيت عليه قبل كذا. شايفين نظامه كيف كذا يديك ضربه ويهرب. دحين في ماده هنا لازم نفحصها. I've been thinking about the video Alex showed you. Your brother believes that version of you is the true Morgan. But why? Just because it came first. If someone had made you, then I suppose your truest self would be the one that fulfills whatever purpose your maker intended. كيف كذا جاني ضرر؟ I know who made me, and why. Did someone make you, Morgan? Were you made for something? If not, you'll have to invent your own purpose, or have none at all. Strangely, of all. هذه؟ هل جبت العيد؟ مين انا مورغان؟ ما ادري ايش هو ذا ما عارف احنا مين.
يقول لي هو آريو من أنت؟ تعرفين أنا مورغان، مورغان يو، الدكتور مورغان يو. ترسل له فحص من هنا. آه والله لازم تقرب ذكي، لازم تقرب حلو. مش معاي من قنابل، يو الطعم ذا خلوني ارميه. ترمي مين يا عمي؟ اوكي اوكي راحوا لها. شوف الحطه عبد العزيز، حطه هنا عند الماده. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه هنا خلاص لازم تقرب يعني. نخش فيها كذا خلاص من بعيد المفروض عارفين. وش من هنا الله يرضى عليك. لا والله من هنا ويسار. اوكي اوكي الاخيرة والمخرج ورايا. انهم يكذبون عليك. وفي احد يكذب علي بصراحه بدري مين. المخرج 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 الحمد لله. I suppose it was inevitable despite my efforts. That's why it's important we act quickly, decisively. They'll try to take this out of our hands, Morgan. Excellent work. What's left is integrating the data after you upload it. دمج البيانات فقط تبقي. Wait. What is... الله والله منظر جميل. Neural trip wire built into the coral. Christ. Morgan, get back to my office. We have to get your data uploaded now. Hurry. ليش رأيكم يا جماعة تخرب الناس اللي يقولوا الأرض مسطحة؟ أدري صراحة. شيء غبي. عارفين الناس اللي تقول الأرض مسطحة صراحة أحسها كعارفين كطفشانين ما عندهم شيء. يعني يبغون يجيبوا نقاش كذا ما هم عارفين كيف. ففجأة كذا قالوا معلومة هم نفسهم عارفين إنها غلط. عارفين كيف. شيء جميل والله إنه الواحد دائما يشغل نفسه. عارفين كيف يا جماعة الخير. عشان اللي يقول اشياء غبيه زي كذا الارض مسطح شد الاخذي. يعني في صور تثبت عارفين كيف انه الارض ليست مسطحه. الحين لازم نسوي اعتقد نرجع بلها. بس معلش خلينا نشوف ايش لازم نسوي دحين. قم بتحميل بيانات الفحص في محطة أليكس في المشتل. أنا كيف جيت هنا؟ أوه أنت جيت من فوق. أيوه من هنا. أيوه دحين نبغى يجي يجيب النقزة ذي قلتكم. يجيبها البطل ليه ما يجيبها؟ نبغى نرجع المصعد يا جماعة الخير ونذهب إلى المشتل. الغرفة دي معايا رقمها؟ لا والله ما معايا رقمها. من هنا بروح أنا. وهنا جيت أنا؟ كأنه في أشياء طيبة هنا. أيوه خلونا ناكلها. حلو حلو والله عالجتني بشكل جميل صراحة. الحين نرجع يا جماعة الخير للمكتب نحمل البيانات. بس لكن المفتاح ذاك صراحة يعني الهدف الرئيسي الثاني ذاك المفتاح لازم نصنعه. ما ادري والله ما ادري متى نسويه. يعني المهمة ذي معايا تقريبا من الحلقة الماضية اظن.
عارفين يا جماعة الخير هذا اللي اسمها قبل أن أعطيك المفتاح لا ذي معليش ما ما مفاتيح المملكة أيوة هذه يا جماعة الخير من تقريبا الحلقة الماضية هي معايا سكافو مشيت فيها تمام شوف سوينا أول شيء اللي هو ذهب لسبع أليكس في مكتبه هذا الحين قم بتحميل بيانات الفحص في محطة أليكس هنا المصعد ذا أيوة هنا والله مرة شيء جميل إنه بدك تقفز زي كذا على فكرة القفزة دي اللي سويتها ما شاء الله مصعد سريع ها صدقوني انا لو بالحقيقه بطلع قد كذا مثلا المسافه ذي وما بدك تطلعها بالدرج او بالمصعد راح اختار الدرج مو انا يعني ان النشيط كذا لا والله سكن ابدا ما احب المصاعد انا ابدا يا جماعه الخير يعني والله ما لي اي قصه مع المصاعد سكن ما احب المصاعد صراحه عارفين يعني صدقوني ما عمري بحياتي كلها كذا ركبت مصعد انا الحال يعني الا لو كنت مثلا مع واحد صاحبي قاعد امشي شويه قال لي ناخذ المصعد يعني مو ممكن يعني عارفين احس ما يجي كذا اقول له انا بروح مع الدرجة تروح مع المصعد ما بس انا بنفسي مستحيل ترك لي شيء على المكتب يقول ان شاء الله شيء طيب الكرابل دي قصده يا سلام اوكي ثلاث الله الله بحيث ايش ابغى اسوي انا هنا انا ليش جيت هنا يا جماعه خليه عشان هذا فحص بس كيف اسوي قم بتحميل بيانات الفحص صعب معلش هنا قلتكم لا مو تدمير الجسر ابلود ايوه ابلود يا جماعه خير تحميل او رفع تقريبا البيانات ليه غلط تم ايقاف التحويل This is Commander Walter. Good afternoon, Talop. One last thing. Alex and Morgan Yu have been relieved of their positions. Do not consent to their requests or assist them in any way. Dial out. Oh, على اساس انكم دحين حشكتوني. كيف ما جاك ضرر؟ المفروض يجيك ضرر ترى. ولا ثلاثة اي والله استلمني استغفر الله العظيم فين البطل ذا اخي سلام الله statue was worth a lot of money morgan انا مت عارف خلاص اي كيف كذا استغفر الله العظيم يا لطيف ذوب لي الصحه والله قاعد اطلق عليه واطلب صحته فجاه كذا لفت على جهه صحتي شوي ولا شفته خلاص كذا 3 4 0 استغفر الله العظيم او من هنا ايش بسوي فيهم ذول يا جماعه الخير طعم ما راح ينفع معاهم كيف كان وريك شو تسوي Morgan transfer is halted something or someone shit this is commander Walter Dahl the Transstar board of the حلو اصلع عليك شربت ذا الحين ودوخك تذكر عبالي بيعالجني Good afternoon, Talop. One last thing.
Alex and Morgan, you have been relieved of their positions. Do not consent to their requests or assist them in any way. Dial out. يو خلوني هنا. يلا حيو. هلا بالحلوين. هنا أنا غبي. والله متعفين. يا ساتر استر، والله يذوب لك الصحة بسرعة. مشكلة ما معاه يا جماعة اخي. فيرو ذا فيرو. شفت الضرر قدش قليل. حشقته بالشركو. خليك زي ما انت كده عشان انهيك. Into every major system aboard Talos One. I have to go for the plan with our parents. And usually they had a contingency in place, but a small foolish part of me believed they wouldn't use him against their own flesh and blood. Regardless, we're not getting this Coral data through until we do something about it. I don't like it, but you're gonna have to get into his command shuttle. See if you can locate his access point and cut him off. رجل الريبو، هدف جديد. هذا اعتقد مهمة رئيسية. ادخل الى مكوك قيادة دهول. داهل ليو داهل. أليكس مختبئ حتى يتم توقيف داهل وضباطه. الحين طيب شو نسوي؟ فين المكان لازم اروح له؟ واضح مع المصعد. ايوه هنا. خليج المكوك. أنا منطقة ذي ما أدري صراحة. أدخل إلى مكوك قيادة داهل. عرض في الخريطة. يبع المصعد أتوقع. Morgan, Dahl will know you're coming. All Transtar personnel are outfitted with tracking bracelets. I have no doubt his operators are already on their way to rescue you. Those bracelets are issued and removed in deep storage. Worth investigating if you want to fly under the radar. اختباء من داخل. ما ادري من داخل ذا. ألغي تنشيط سوار التتبع الخاص بك بالمستودع العميق. صراحة في عيب كمان باللعبة، كن صريح معكم. اللي هو ايش يا عبد العزيز؟ اللي هو يا جماعة الخير حطوا يدوك زي 4-5 مهمات بنفس الوقت. كل شوية اتصال. على الطيف شيء مجنون صراحة. شايفين الحين مهمة جديدة كمان. Morgan, I heard the announcement. No, no, I will not give you up. You are there for me. I am here for you. If you'd indulge me, I have a proposal that could get us off Talos One without any more bloodshed. Just don't harm Dahl until we've had a chance to speak in person. قابل إقوي في مكتبك. مهمة جانبية ذي أتوقع. إحنا نبغاه هنا. معك شيء. احنا نبغاه هنا. منطقة جديدة يا جماعة الخير، خليج المكوك. ما ادري صراحة، ما ادري ايش معنى المكوك صراحة، كلمة غريبة اول مرة اسمعها. ما ادري اذا هذه كلمة عربية يعني ولا مؤلفينها، والله ما ادري. واضح يا جماعة الخير انه ايش الطيارة دي لازم اوصل لها او انزلها اعتقد. ساتر هذول يسوون ضرر كبير. ما معايا اي رصاص. انكم مزعجين اقسم بالله. اوكي جات فيه. شوف بالله، شوف الصحة حقتي كيف قاعدة تذوب. وذا ما عنده لياقة كمان. ناخذ كذا. حلو من ذي معايا كافو. ما جات فيها بشرك.
يا اخ ذاك موت وريحنا. والضرر اللي سووه هائل يا جماعة الخير، والله يسوون ضرر كبير. حلو حلو دمرناهم. دحين 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 يا جماعة الخير، ها الطيارة ذي مكوك القيادة، واضح لازم اوصل لها. يعني ايش عندنا؟ دكتور يو مورغان. اوه مان ثانك جاد ايف جست بين جوين داون ذا كونتاكت ليست. التحكم في المكوك. اوكي ام ان تروما سنتر. I came up here to look for supplies. I think I broke my arm when that blackout happened. Now I'm trapped. Aliens outside the door. الله يعينك. I could really use some help. دبر نفسك. ساعد مين يا حبيبي؟ أبغى ساعد نفسي. تعاد لي نشبت، ما حد قالك تنشب. والله مفروض أساعد يا جماعة الخير. والله ما أدري ما فينا صراحة. إي والله مدافع دي خلونا نهكرها. اختراق. خلونا نهكرها وخليها معايا. الحين واضح لازم غرفة التحكم ذيك اجيب الكي كارد حقها. يا جماعة غير غرفة التحكم ذيك اجيب الكي كارد حقها. اوكي اتوصل فيهم الثاني كمان اختراق. يلا طيب شوف الليزر كيف شطفني. والله الليزر حقهم يسوي ضرر هائل يا جماعة الخير. يعني ضرر صراحة مبالغ فيه، ذوب لك الصحة بسرعة. أنا جبت سلاح الحلقة الماضية والله. والله يا جماعة الخير بس ما عندي رصاص. بس سلاح الكهرباء ما ينفع. راح ذا. ما فطحت أنا. خفيف إن شاء الله. كيف جيت هنا أنا؟ أعتقد هنا ممكن لاقي هذا يا جماعة الخير اللي نبحث عنه. المفتاح. هذا حتى هنا لازم كي كارد. ها قدرت ادخل من هنا. اوكي كافو تقدر تقدر. والله يبغى لي اقول مفك تصدقون. خلوني بس احط كذا بالله ثواني والله عشان نشوف، عشان نشوف يا جماعة الخير. انا كم معي؟ معك 13. حلو حلو. خلوني اقول المفك يا جماعة الخير. فين هو؟ من هنا المفروض. احنا ضرر يزيد بونس دامج مكتوب كم تاخذ؟ 6. ها اي والله خليني اسوي كذا. احنا من الحلقه الاولى قلت لكم بسوي كذا. اي والله ما ادري اذا ملاحظ الضرر عالي ولا لا. فين البطل ده؟ ما مات لسه ترى. اي كيف استلمني والله. هيا حط المفك من الحلال. والله ما شايف اي فرق بالضرر يا جماعة. ما ادري اذا شايفين انتم صراحة، ما شايف اي فرق بالضرر. ابغى كلها. ايوه كلها. كل الاشياء الحلوة اللي هنا. هذي خدمات. ايش فتحت انا؟ فتحت شيء ما ادري ايش هو. في شيء فعلته. هذي خذها ليش لا؟ حلو حلو. مشروبات ذي ما اعتقد يود دوخني. خلينا نشوف ايش في. لا ما نشوف شيء. في شيء يودي من القنابل الرهيبة ذي. الحين يا جماعة اللي نحتاجه الكي كارد حق غرفة التحكم. من هنا نجيبه. واضح هذه غرفة سرية. هذا ملحوظة. Keep moving مكتوبة جماعة الخير على استمر بالحركة. حلو حلو. شنطة إسعافات أخذها ليش لا؟ أنا طحت هنا بطريقة أعرف كيف كما يعني ما كنت قاصد. يا جماعة الخير ما كنت قاصد يعني بالغلط طحت هنا. عارفين ففوق ممكن فوت اشياء. هنا كفو والله اخذت اشياء طيبة. عارفين اشياء كذا راح تساعدني.
ساكن كي كارت فين؟ والله ما ادري. هنا شفنا احنا والايميل، خلينا نشوف الايميل، ما شفت الايميل. هل في رقم ممكن؟ اي لايت تو يو مكتوب، كذب عليه عارفين. والله هذا ما ادري ايش اكتيفيت، فعلت شيء ما ادري ايش هو، راح اخليه اكتيفيت ونرجع ورا ونشوف. ممكن فتحت بوابة او ممكن فتحت الباب ذا. لا ما فتحته، باب غريب صراحة، يعني بدك تدخل من هنا. انا جيت من هنا، فلت ما جيت من هنا، بس ممكن اطلع من الحين. مكوك القيادة، هنا في طريق، باب ذا بدنا افتحه. خفيفة خفيفة، معلش. قسم ذا يا جماعة الخير، معك كي كارد حلو حقه غرفة التحكم في المكوك. الله الحين كل علي ارجع. اوه انتبه منهم ذولي، فنرجع يا جماعة الخير مع المصعد ذا. انتبه من الليزر حقهم، انتبه من الليزر حقهم. فقلت بروح انا هنا، هذه مع الرقم صالة الطيار. فانا ابغى اروح يا جماعة الخير. الله يوفقك يا لطيف الضرر اللي يسوي. ايوه خلينا نسوي ذا اختراق ان شاء الله مداني. حلو. هل في عشان سعدري؟ والله التهكير صراحة جدا 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 سهل، او ممكن سهل صعب، بس انا اعرف كيف خلي يبان سهل صراحة زي ما انتم شايفين، بس كذا. حلو استلموا، والله استلمهم كلهم، بروح من عندهم يا جماعة الخير. يا لطيف الطف، والله كثيرين. يوم بروح من هنا، باب ذا اقدر افتحه؟ اكيد تقدر تفتحه، قفل عشان عارفين ما يجون. سهل والله جايين، بس كفو قفلت عليهم الباب. الحين الغرفة ذيك فين كانت؟ ايوه هنا. هيا 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 قفل الباب عليهم، عندهم ليزر مبالغ فيه يا جماعة الخير، عندهم ليزر مبالغ فيه من ناحية الضرر. الحين ايش عندنا هنا؟ كفو والله، خذ الرصاص ذا ليش لا؟ شباب نقول هذه خلونا نستخدمها بسرعة. هاي يا جماعة الخير خلونا نستخدمها. كيف تستخدمها هو؟ ايوه بواي تطوير. ايوه هنا سرعة إعادة التلقيم، سرعة إعادة التلقيم. خلوني يا جماعة الخير، هذا ايش مدى نسوي فيه السلاح ذا؟ لا مو ذا، هذا القائمة تطوير ضرر قويت على آخر شيء، قوي المدى والدقة. ودي الرصاص اللي معاك، أسوي تهكير يا جماعة الخير. لو واحد سألني قال لي عبد العزيز أبغى ألعب اللعبة دي بري، إيش أكثر شيء تنصحني فيه؟ مهارات التهكير، لازم تفتح مهارات التهكير، راح تسهل لك اللعبة بشكل كبير. يعني دحين المفروض ادور الرقم السري، بس خلاص مو لازم. حلو حمل الخريطة ليش لا؟ بريد في شيء؟ طاقم؟ لا ما يحتاج خلاص. دحين يا جماعة الخير نحتاج نوصل هنا. أو في مصعد هنا، هذا هذا رقم سري. الله ما ادري شلتها بسرعة ما قريتها. هل في حلو هنا؟ اي والله فيه الله ياخذه. الله يا لطيف شكله حموت هنا. اي والله ما ادري ارمي ذي عليهم. حمل فين ذا؟ بلعلم خيس. الله
الله شيء جميل. الحين واضح لازم نوصل هنا، بس ما ادري ايش بك يا فجأة ظلم المكان. خلوا احط لي واحدة هنا. والله ما ترى لازم احط كذا عشان اقدر اجيب النقزة دي. يجينا واحد يقول لي عبد العزيز ايش قاعد تألف انت؟ صدقوني يا جماعة تغير هي اللعبة كذا، لازم ايش تألف لك طريقة جليتشي. عرفت تألف لك طريقة جليتشي من عندك انت. يا ساتر في عندنا اثنين هنا. حلو حلو، الاول قضيت عليه بالشركه. خلوا يعالج نفسي افضل. والله المهاره الاخيره حقت هذا ما ادري ايش استفدت منها. هذا لسه في كمان المهارة الأخيرة اللي فتحتها يا جماعة الخير. يا سلام، كل علي أروح وأدخل هنا. حلو حلو، مكوك القيادة، كل علي أروح مكوك القيادة. بس هذا إيه؟ لايت سيستم شيك. الله ما أدري، ضغطت يا جماعة الخير كذا. شوفوا ذا حول يجي. ايوه طريقنا من هنا يا جماعة الخير، كل اعرف جبنا الطريق ودحين كل علينا ندخل الطائرة ذي. بس خلونا نشوف في شيء هنا ولا هنا. اوكي خلاص ما في شيء. في رصاص، حلو حلو اخذه ليش لا. الله ورشاة طيبة. Morgan, I've been thinking about what you've done, what you're doing. We all must act according to our nature. No matter what the psychologists and priests say, and your nature, I think I was right before. You are like a rat, resourceful, sly, burdened with a kind of pestilence of the mind. This station was your laboratory, and the experiment was a failure. And of course, sadly, you know what happens to the rats when they are no longer needed. صدق اللعبة على النهاية تقريبا تديك هاي جماعة الخير، واضح على النهاية تديك ايش من المهارات ذي، نقاط المهارات الابر ذي يعني فيها تديك كثير ما شاء الله. الحين ايش ابغى اسوي انا؟ الاهداف، ابحث في مكوك داهل عارفين اللي احنا فيها للحصول على ادلة عن موقع ضابطه التقني من البريد. ممكن ملفات نقل الملف وكذا، اعتقد اعرف فين ضابطه التقني. كافو كافو. فينش في acting chairman of the Transstar board of directors. I will need your credentials to authorize this mission. Of course. اقدر هكر ما اقدر. Sign is Zeta Invictus Emperor Tangerine. Sign checks out. Good morning, Director Yu. Shuttle is hot and holding orbit. Awaiting mission parameters. You must secure every piece of cobalt clearance level technology and research aboard Talos 1. قاعد ادور كي كارد يا جماعة. All personnel. I think قاعد ادور كي كارد. No survivors. It's your show. And their funeral. Payment will be deposited into 6 separate Benelux accounts. After you transmit evidence of success, leave my operator feeds on. Just keep watching. We strongly advise deploying your technical officer to a station router inside the firewalls first. Ideal location would be the station exterior, near the power plant grids. Yes, I've seen the schematics, Mr. Yu. Goodbye. You will destroy the transmission after. الحين ايش؟ رجل الريبو عطل ضابطه، ضابط داخل التقنية الذي يختبئ. والله الطيفة راحت بسرعة. الذي يختبئ يا جماعة الخير. فين هذي؟ ايوه هنا. عطل ضابط داخل التقني الذي يختبئ في مكان ما في خارج تالوس الأولى. أوكي معناته لازم نروح مع المصعد. الحمد لله هنا سوينا المطلوب. كل اللي علينا نروح مع المصعد إلى تالوس الأولى وندمر ضابط التقني. أعتقد زي الآليين هذولي.
العاب زمان تقريبا اغلبها كان زي كذا، عارفين كيف منحت شاشات التحميل، عارفين يعني زمان شاشة التحميل دي شيء جدا طبيعي. I do solve people problems. Your workmates hiding in the cargo bay are going to suffocate in a few minutes. Maybe you can save them, but you'll have to come out of the walls, Rat. Life support. The clock is ticking. في لفة يسار من هنا بلا ثواني. والكابوس جاء كمان، كملت اللعبة ما شاء الله، محددت لي 6-7 مهمات. Morgan. Dal's cut off oxygen to the cargo bay. There's nothing I can do from here and none of the doors are responding. يا كثرة اتصالات باللعبة دي، عارفين؟ والله يا جماعة تأخر، عندنا حر مرة في المدينة. بس أنا أحب إيش أسوي؟ عارفين يا جماعة تأخر أشتري عصير الفيمتو. التوت هذاك عارفين؟ وملي كذا كاس الثلج كذا عارفين، واشرب عصير فهمته كذا مع الحر. والله شيء صار. Right to be alarmed, though her assessment is mistaken. Dahl is manipulating the oxygen and nitrogen mixture. With nitrogen flooding into the atmosphere, anyone in the cargo bay will asphyxiate far more quickly than had he simply cut the oxygen. I suspect they'd already be dead if Dahl weren't trying to use them to manipulate. لو جيتوني هنا لحقتوني هنا الله ياخذكم. الحين فين اروح؟ أنا قد جيت هنا بس كيف رحت من فوق؟ من فوق صح صح صح. والمصعد ده خربان. أنا أبغى أروح، أنا تبغى تروح هنا؟ بس كيف تروح هنا؟ يو ذي بدل يشيلها كفو. شلي من هنا الله يرضى عليك. يو خش تقدر. حلو حلو وصلنا هنا. اعتقد كان المفروض من الاعلى، انا دائما اجي المكان ذا من الاعلى. بس عارفين دخلت مع الفتحه دي. كفو والله كنت فاتح المهاره حقت الرفع مستوى واحد. 3 مستويات تخيلوا، في مو بس واحد، في 1 و2 و3. ما ادري صراحه احسه شيء غريب. احنا ايش ابغى هنا يا جماعه الخير؟ ليه انا هنا؟ الضابط التقني ايوه صح. صح بارك الله فيك. نبغى نقتل الضابط التقني يا جماعة، خلينا نبغى نقضي عليه. بس كيف تروح له مع الفتحة دي؟ الفتحة دي قلتكم ونصلح كذا. النار دي ما ادري من فين قاعد تجيني. حقول ان شاء الله في لفه يمين. لسه يا حبيبي مو مع الدخله دي الله يرضى علينا وعليك. وتقدم زياده بعدها تاخذ يمين. خذ من العلم من هنا. انا دخلت بدري يمين اظن. ها؟ او من هنا. من هنا يا جماعة الخير. حلو حلو مع الفتحة دي يا لطيف، والله جاي في مكان. خلنا نهبط كذا. اوه انت هنا بانتظاري. الحين من فين يا جماعة الخير دحين؟ انا حموت هنا حموت. استغفر الله العظيم. والله ما ادري من فين اروح يا جماعة الخير، رشبت صراحة. او ممكن ذا هو ذا يخرب بيته. كيس صيد. يخرب بيته جاي في مكان. سكاف استلمته. بلع البخيس الله الله. Doors are working again, Morgan. Nice work. الحمد لله. I'm taking what's left of my crew into the atmosphere controls and life support. We're going to clear out Dahl's shit can operators and make sure there are no more mishaps with the air on this station. Dahl populated his entire crew with customized zombies. عشان واضح لكن حموت قلت اسوي حموت سريع. Flesh and blood is messy, Morgan, but it's the only thing that matters in the end.
Well done. The upload just kicked in. Meet me in the operating room. We have important work. قابلني في المشتل. أليكسيو وأخوه يا جماعة الخير قال له قابلني في المشتل. عاد اللي ما هم محددين المهمة. خلنا نروح نقابله يا جماعة الخير. والله كجاي في مكان الضابط التقني يا جماعة الخير. أدري كيف والله كنت قريب أموت. الحمد لله إنه كان معي رصاص. أدري متى جبته. في السلاح جبناه الحلقة الماضية. من هنا قلتكم من هنا الدخلة. تحس مغلق البوابة دي مغلقة. هذي ايش قاعد يجيني انا؟ الحمد لله الحمد لله يا جماعة الخير طلعنا من المكان المجنون ذا. المهم الحلقة الماضية جبنا سلاح كذا رهيب زي قاذف الله او مو قاذف الله معلش رشاش كذا كبير. بس والله ما ادري ليه ما جبت رصاص. ما ادري ليه يا جماعة الخير المفروض انه معايا رصاص يعني انا ماني مقصر قاعد ادور. اللي هو ذا شايفين؟ هو ذا هو ذا شايفك ايه بس ما ادري ما معايا رصاص والله ما ادري ليه مفروض معايا والله بدالي اصنع صح فين جيت انا لما جيت المكان الحلو ذا جيت مع فتحة ايوه هذه هي هذول شايفيني من دحين اخروا عني الله ياخذكم والله احس حرام فيك رصاص صح 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 ولازم ياخذ له ضربه كذا عشان يقدر يعدي جيني واحد يقول ليش ما تقضي عليها مع عبد العزيز يعني يا جماعه الخير انا شايف اي سبب حيخلصوا عليه الرصاص عارفين احب لعبه ريزن دي في المتاع على سبيل المثال هل كل زومبي تشوفه تبغى تقضي عليه اكيد لا عارفين بعض الاحيان تبغى تهرب منهم بس اما الزومبيس اللي مثلا في مكان كذا يعني لازم تسوي تحل اللغز اكيد بتقضي عليهم انا حتى انا الوحوش اللي في المكان اللي يعني عندنا شيء ضروري لازم نسويه اقضي عليهم بس هذول بس بعدي فقط عارفين راح يخلصوا له الرصاص صدقوني زي الحلو ذا شايفك يعني اكيد بس ابغى اعدي كذا واروح المصعد انتظر المصعد اوه شفتوا المصعد طلع ليه؟ غريبة صراحة ممكن لاعب ثاني قاعد يلعب ها؟ يعني ممكن اللعبة فيها النظام ذا انه كل اللعيبة متصلين بالشبكة حقت بري لاعب ثاني كذا طلع على فوق لازم انتظره والله ما ادري شيء غريب ليش طلع على فوق المصعد يا جماعة اخر شيء غريب الحمد لله ما لحقوني لين هنا والله ما ادري كيف المفروض يلحقوني لين هنا حلو حلو اخذت من ذي ناخذ من ذي والله صح زود الدفاع عارفك يبغى المشتل عجل يقول لي احمي أليكس من داهل كيف وصل له يخرب بيته صراحة شفت بالتعليقات يعني كثيرين انتقدوا اللعبة دي. والله ما ادري ايش اقول لكم صراحة. يعني ترى في العاب كثير ممكن انت لما تشوفها باليوتيوب تقول مي مرة حلوة بس صدقني تلعبها راح تعجبك. انا والله يعني زي ما قلت لكم يعني مو ذيك اللعبة القنبلة بس صدقوني لعبة ممتعة. بالذات اذا انت حبيت العاب مثلا ستار فيلد حبيت لعبة اسمها ايليون ايسوليشن. حتعجبك اللعبة دي وانا صراحة يعني ستارفيلد يعني مو ذيك اللعبة اللي مرة عجبتني بس كانت لعبة ممتعة لعبتها كاملة بس هذيك Alien Isolation صراحة عجبتني كانت حلوة صراحة كانت صعبة بس كانت حلوة فأكيد لعبة بري هذي بتعجبني عارفين عجبتني والله صراحة جميل اتمنى ينزل منها جزء ثاني بالمستقبل هذي اوقف داخل حلو ثلاث رصاصات لازم اوقف داهل يا جماعة الخير This isn't the first time a typhon organism has broken containment. It happened before, shortly after your initial neuromod tests.
You and Alex fought about terminating the project, evacuating. قول له صحت ليك كذا. That's when you began implementing secret contingencies, hiding the plan for your arming key, videos, the January protocol. Your concern. آخر إسعافات. أخويا. عارف لازم أساعده. Watch out. الله ياخذ معه فزعة. العلم خيس. كافو كافو يا جماعة خلص على أخويا. We have no chance of getting off the station. We're trapped here. أليكس مختبئ وكي حتى يتم إيقاف داهل. هل معك كارد أخذ الأشلاء؟ مسدس نفسي اللي معايا. قبل يقوي هذه مهمة جانبية. سوينا مهمة أخونا وساعدناه. I promised you my arming key. All I ask is you hear me out first. And you can blow Talos 1 to pieces if that's what you think is best. I don't think you'll do it. I know. Because I used to think we couldn't be trusted to play with fire without burning the house down. But you convinced me. You showed me anything was possible, even if the price was steep. That part of you is still in there. We can make history, Morgan. Not those leeches on the Transtar board of directors, not Mom and Dad. You and I. Just like we planned. We've got the data to confirm what you suspected. Carl is broadcasting a neural signal. A secret message reaching to the stars. What I want to know is what is the message? And who is listening to it? I think you know. Ever since we first tested the Typhon neuromods, you've known. This fabrication plan is for the null wave device prototype you conceived. It will hijack the Carl signal and use it to deliver a massive shock to every Typhon organism at once. Take it. And the army key, like I pro- What? Morgan! خذ بطة جهاز نولواف. أخذناها كاب الدين الكي ومدنية عارفين اللي من زمان أبغاه. مفتاح كده عارفين كاب الدينية ومدنية مدري ليه. لا بس شو الشي ده؟ ذا فاينل بوس ممكن الزعيم الاخير يلا طيف الطوف هذه قوله الكسيو اخويا كفقد الوعي اوه وانت ايش اللي معاك مورغان وير ان لايف سبورت ناو اوصل الك اوكي اوصل الكس قبل ان يموت اي لوست سم جود بيبل فايتينغ ذا بلاك بوكسز اند دال وازنت هير اف يو سي هيم بيفور اي دو Make him pay. Elazar out. أنا ناشب يا جماعة الخير. حول ولا قوة إلا بالله. إنقاذ أليكس طيب. ممكن تحرك طيب. والله ناشب يا جماعة الخير خسارة. تحميل سريع. آخر نقطة تحميل و. تحميل ايوه صح تحميل اخر نقطة حفظ نشبت والله يا جماعة اخر ما ادري جلتش ولا اوكي كافو عدوني من هنا الحين اديني ذا اهم شيء اوكي الحين تعال معايا اعتقد اوصله هنا معايا ترى هو ما عليكم انقاذ اليكس ايوه اوصل اليكس قبل ان يموت اعتقد هنا اوكي استخدم قفل الصوت لاغلاق باب الغرفة الأمنية بس ايش عنده هنا؟ فقد الوعي اوكي الحمد لله ساعدناه. مدري اللعبة كأنك تخيرني يعني ساعده ولا ما ساعده؟ أخوه أكيد بساعده. يا الله والله ما أبغى أسوي كذا معليش يا جماعة الخير أتمنى تستحملوني. عبد العزيز كأنه أمس لعب اللعبة ذي. يا ولد احنا نبغى نقفل على الباب صح؟ الكسر مطلوب الحمد لله انقاذ اليكس سواء مطلوب دحين الحكا بدي لي مفتاح ما ادري اخذته منه ولا لا انقذنا اخوه الحمد لله
خلينا نشوف يا جماعة الخير الأهداف. اصنع مفتاح التسليح الخاص بك، اصنع نموذج جهاز النولو واف، يعني لازم له جهاز تصنيع. اوكي انا افتكر في جهاز تصنيع اظن. او ذا مكتب اخوه اليكس، هيك في جهاز تصنيع. والله لا اللعبة كانت محددت لي. هنا ما في اي جهاز تصنيع. على الطيف والله وضع صار مرة مجنون. شو اسمه المكتب يا جماعة الخير؟ المكتب حق مورغان كان فيه مصنع، يعني هذاك اللي بدك تصنع وإعادة تدوير. فين المكتب؟ والله ما أدري. هنا عشان ايش نزلت هنا الدور الأرضي؟ هل في شيء يخليني أصنع هنا؟ لا والله ما في، يعني ما في ولا شيء هنا، بس تشوف الأشياء الحلوة اللي هنا. خلوني طب أطلع على فوق، أعتقد أبغى أخذ المصعد. صدقون أبغى أخذ المصعد. والله يا لطيف يا لطيف، أنا من قال لي أجي من هنا. فين ابغى اروح يا جماعة الخير؟ هل من هنا اطلع؟ ايوه ابغى اروح من هنا كفو، نفتكره من هنا ان شاء الله ما كنت غلطان. ابغى المكتب يا جماعة الخير حق مورغان، افتكر كان في جهاز تصنيع. بس خلينا نسوي حفظ سريع. اي والله خلينا نسوي حفظ سريع يا جماعة الخير. الحمد لله الوضع تمام هنا. You anticipated the kind of appeal Alex would make. Sibling bonds, history. You programmed me to refute him point by point. However, we can skip that. A typhon the size of a skyscraper is currently eating Talos 1 for lunch. Ergo, Alex is wrong. Destroy the station, just as you planned. The blast will take the monster down with it. كأنه اللعبة بتخيرني، عارفين أدمر المحطة ولا ما أدمرها؟ ما أدري صراحة، يعني راح نشوف قدام. هو واضح احنا تقريبا على النهاية. يا لطيف الحين القسم ذا فيه، يعني بدنا نصنع وكذا. هنا جهة السكيورتي، لا مو هنا المكتب حق أليكس. فين كان يا جماعة الخير؟ هنا عمو، هنا ممكن الدور اللي فوق. وقد جينا احنا، فلا تشيلوا هم انه ايه انه ما معايا ال حلو حلو. الحمد لله وصلت. قفل لي الباب الله يرضى عليك. الحمد لله الباب قفل من نفسه. انت كيف جيت هنا؟ جيت تسوون هنا بالمكتب حقي؟ الله ما ادري دحين بدأ. كيف تستخدم الجهاز ذا؟ نبغى يا جماعة الخير أليكس كي. صح إنشاء، هذا الهدف الأول. الحين مادة النولوفوف هذيك اللي هي ذي، ناقصني يا جماعة الخير المادة ذي والمادة ذي. خلي نرجع حق إعادة التدوير. لا لا ما ابغاك تسوي لي كذا. باك نقل الخرد. ايوه حطيت المفك انا، اديني المفك الله يرضى عليك. ضرر ذا من فين قاعد يجيني؟ والله ما ادري، قاعد يجيني ضرر يا جماعة الخير. حلو حلو، مواد كلها اللي احتاجها. بس مين قاعد تسوي لي ضرر؟ انت؟ والله الخبل ذا ما ادري جالس يسوي هنا.
يدينا الأشياء اللي يحتاجها لتصنيع المادة الأخيرة. وانت جيت هنا الله ليوفقك. استغفر الله العظيم. أنا أكره قسما بالله. موت الله ياخذك موت. خير جاء هنا كم جاء هنا ما أدري. الحمد لله. The heart of the coral is in psychotronics, in the original containment cylinder. Placing the null wave device there will override the entire coral network with our own signal. Use your psychoscope to locate the exact spot. مع إسعافات الحمد لله معي حبة. شفت كيف الخبل دق جاني هنا؟ أنا شفت ضرر قاعد يجيني ما كنت أدري من مين. طلع الفانتوم ذاك جاني لين المكتب حقي. الحين ايش يقول لي؟ قلب المرجان بالاخر شوف ايش يقول لي معليش. يوصلنا مفتاح التسليح ويقول لي كمان يمكن دائما تصنيع مفاتيح التسليح اذا ضاعت. ايوه الحمد لله عندي. ضاع نموذج جهاز النول واف على قلب الوحش اظن تصدقون. تنقفز من هنا يا سلام. ما معك شيء. حكوا علينا نحط لهذا يا جماعة آخر الجهاز اللي زي القنبلة. أدري شكله بعدين المحطة كلها راح تنفجر. If the idea hasn't occurred to you, I'm sure it will eventually. Don't do it. I can't predict what would happen if you scan the apex. But all my models point to suffering. الحين نحتاج نطلع فوق. أكيد في درج من هنا. أنا جيت هنا قبل كذا صح؟ صدقوني جيت بس ناسي متى. إي والله جيت في الحلقة الأولى. حلو حلو من هنا مع المصعد ذا. قلب المرجان والحلو ذا جاي. يا والله معي قنابل رهيبة. فينها الطعم التيفون؟ روح شوف هناك ايش فيه. وهنا عندي حطها عندي على فكره. حلو حلو شوف كيف راح. الحين كيف ادخل هنا؟ الله يهديك شلت المفك كمان بالله. ثواني فينه؟ يبقى تحطه كذا وتجيبه لي هنا. ادخل هنا يا جماعة الخير. ومن هنا من هنا بتلف يسار اظن. كيف افتح البوابة ذي يا جماعة الخير؟ من هنا وممكن من هنا. انا فتحت هذي قبل كذا بس ناسي متى فتحت. افتكري والله لما حررنا هذاك صح، لما حررنا السجين. اوكي هنا ما في جاذبية واضح. احطها هنا تصدقون؟ لازم اسوي لها سكان. خل اسوي لها سكان. ما تقدر تسوي لها سكان. حطيتها يا جماعة خير. تعال إلى الجسر. Finish this thing. خلاص راح ننهي كل شيء. Assume Alex's plan succeeds. Then what? You're taking a massive gamble that there aren't more predators like the Typhon. In the history of the universe, humans have only recently become self-aware. Yet you're going to kick the door open on a much wider and older cosmic ecology, one that feeds on consciousness.
These are shark-infested waters. Alex believes we can be the bigger shark, but what if we're just poor swimmers? And now there's blood in the water. إن شاء الله في لفة يمين. الحمد لله. كل عبالي ما في لفة يمين. كل عبالي شكلي غبي صراحة. بس الحمد لله كان في. الحين كل على نرجع جماعة خير. أعتقد نتخذ قرار مهم أظن. ماني متأكد صراحة اللعبة دي كيف تنتهي. فين جيت هنا أنا؟ لو من هنا من الجهة اللي ما فيها وحش صح؟ أو من هنا؟ يا ساتر والله الوحوش كثيرة، صدقوني ما أعتقد المطور باك تواجههم كلهم. يا جماعة خير صدقوني ما أعتقد عشان كثيرين وما يخلصوا كل شوي يجيك واحد. والله ما ادري ممكن لازم والله ما ادري الصراحه. غير كذا يا جماعه غير قتلتهم كثير ترى. اي والله اذا واحد قال لي مثلا عبد العزيز سوي مراجعه خفيفه للعبه دي، والله انا ما احب اسوي مراجعه للالعاب قديمه. انا ما ادري احس ظلم يعني دحين مثلا اجي اقول شاشه التحميل كل منطقه تروح على شاشه التحميل. طب مو زي كذا زمان كانت الاجهزه يعني ما كانت تستحمل. فالمطورين كانوا يضطروا يسوون يعني شاشة تحميل طويلة عارفين، فما لومهم، فشايفين صعب اني اقعد مثلا عارفين كيف يعني جاي من العاب جديدة شوية اقارنها بالعاب قديمة ما يجي. اما لو لعبة جديدة صح على طول حقول لكم. المشتل ايوه المشتل ايوه المشتل نبغى نروح. عارفين كيف يا جماعة الخير صعب يعني تقارنها بألعاب جديدة. والصراحة من ناحية التقنية ما شاء الله اللعبة يعني مرة شغالة تمام ما شاء الله. يعني ما صادفت إلا المشكلة ذي اللي دوبها اللي شفتوها هذيك، كنت ناشب بس كذا عارفين، وشفتوا كيف يعني حلها بسيط فقط. يعني عارفين تخرج من اللعبة وترجع من جديد فقط. وما في جاذبية هنا. هل من أول ما كان في إيه والله من أول ما كان في هنا. أنا جهت الوحش الكبير. سكوف والله بدي أروح كذا. عناصر تحكم جهاز النولوف. من هنا اعتقد ابغى اطلع. لا من هنا اوكي الحمد لله. اللعبة يا جماعة الخير صحيح يعني واضح خلاص دحين النهاية. صحيح ختمتها بثلاث حلقات يعني هذه الحلقة الثالثة والأخيرة. بس ترى ما سويت أنا أي شيء جانبي. يعني شفت كمية المهمات الجانبية الكبيرة. يعني بس اللي سويت أشياء رئيسية يعني اللي يقول لي عبد العزيز مدة اللعبة قصيرة. قصيرة فقط المهمات الرئيسية عارفين. Send all help requests. What the hell have you done? I simply acted on Morgan. Your operators locked me out of the comm terminal. We need to link up to the null wave device if we're gonna get that signal off before it's too late. Consider the risk. وذا يناير اللي بنقول كلمنا. If it works, is only a short-term solution. None of us has the right to endanger every life on Earth. If anyone's playing God here, it's you. Your lunatic plan denies everyone a birthright to the stars. You know how neuromods are made. The demand will only increase. In the future Alex envisions, many will die for the benefit of a privileged few. I'm not arguing with a glorified desktop. Kill it, Morgan. Sorry, okay. Morgan. I won't relinquish control of the terminal. You'll have to destroy me. حلو حلو خلونا نقضي عليه. ابن اخوي يا جماعة الخير يعني ايش بسمع كلام رجل آلي. The terminal's linked up again. It should only take a few seconds for a signal to propagate through the coral and lobotomize every Typhon on Talos 1.
including the big one outside. The rest of us should get away with a mild headache. I'll let you do the honors, but you better hurry. طب يا جماعة تأخر كذا وصلنا إلى نهاية لعبة بري، خلونا نمشي كذا نشوف دحين ايش راح يصير. It's finished. How did it do? Activation of the mirror neurons is promising. Empathy quotient shows to be in the middle range. It probably thinks it was dreaming, that nothing mattered. You're assuming it thinks like us. Its life depends on it. Ours too. It all comes down to the choices it made. It saved me from the cargo container. I would have suffocated otherwise. It installed multiple Typhon-based neuromods. It could mean an instinctive return to its own kind. Or an attempt to integrate its dual natures. Michaela. I died. Perhaps it could have prevented it. I don't know. Then, there was a man in psychotronics. Ingram. It let him go. Was that mercy? Would you let it live? Yes. Sarah, you're next. The situation in the cargo bay was bad. None of us would have survived without its help. Further, it thwarted Dahl's attempt to use us as hostages. If it were one of my officers, I would give it a commendation. Danielle, what do you say? It never saw me, and it never ran into Volunteer 37. Hard to say what it would have done. A lot of humans controlled by the Typhon ended up dead. Not that it was easy to avoid, but I just don't think it's worth the risk. In the end, he chose to activate the null wave device. Why? To preserve the Typhon technology? We can't really know what its motives were for anything it did. But we have to make a choice. You can hear us, can't you? Here. I want to show you something. What you experienced was a reconstruction based on Morgan's memories. This is the world today. We spent years trying to put what you can do into us. We never tried putting what we can do into you. Until now. You're the bridge between our species. I need to know if you see us. I mean, really see us. Take my hand if you do. يو شايفهم يا جماعة الخير، شايفهم؟ قتلهم جميعهم. ها؟ خلنا نمسك يده. We're gonna shake things up. Like old times. بدنا نرجع أحملها وأشوف إذا مداني. حين يا جماعة الخير، ولقد انتهيت لعبة بري. مستوى الصعوبة القصة هذا ليس من السهل. طيب اللعبة فضحتني. شو اسمه يا جماعة تأخر وقت اللعبة الكلية باللعبة دي 6 ساعات و21 دقيقة. عارفين بشر تم قتلهم 2 بس قتلت،
هذه 44 أظن. الإبر اللي أخذتها، القدرات البشرية المكتسبة 13، قدرة التيفون واحدة بس. بشر تم إنقاذهم صفر. خيارات نمط البقاء. أيوة هذه كانت في بداية اللعبة في ما اخترتها. الحين والله نفسي أشوف الخيار الثاني إيش اللي أقتلهم جميعا. Take my hand if you do. طيب يا جماعة رجعت من جديد، راح أختار أقتلهم جميعهم. كل ذا طلع حلم. اقتلهم. يا ساتر استر. والله نهاية جدا سيئة صراحة لما تقتلهم. فالحمد لله يا جماعة آخر ختمنا لعبة بري. والله زي ما أقول لكم كانت لعبة جميلة وخفيفة عرفك. فالحمد لله ختمناها يا إخوان. أتمنى أخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم، أتمنى السلسلة دي نالت إعجابكم، وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في سلسلات قادمة وفي ألعاب قادمة. كان معكم أخوكم عبد العزيز، في أمان الله.